মির্জা মিলন, কোরআনের মাধ্যমে জীবন গড়ুন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল কাহির যিল বাতশিশ শাদীদ লা মানজা মিন গযাবি ওয়া ইকাবি ইল্লা বিল ফযলিহিল মাজীদ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া তাবাঈহি আম্মা বা'দ ফায়া মা'শারাল ইখওয়ান اعلموا عنا من عذاب المعاشرة الإسلامية تحذيب النفوس وتزكيتها من الحسد والعداوة وتحليتها بكذب الغيب والعفو عند القدرة وقد روي أن رجلا قال يا رسول الله مرني بعمل وقل قال لا تغضب وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكانوا عباد الله إخوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات نرجوها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وزواجه وذرياته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمدة الصدر لله وسيد رسوله اللهم اغفر لعباس أولاده مغفرة وظاهرة وباطنة لا تخادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباقية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأخم وأتم وأكبر